هاي المهنة عمرها آلاف السنين، ويمكن لك يعني قبل المسيح شيء ب3000 أو 4000 سنة. بجوز تقولي ليش أو شو البرهان أو شو السبب؟ لك لأنه المسيح عليه السلام لبس قماش. الست زنوبيا، الملكة زنوبيا، لبست قماش. طالما لبست قماش ولفت المومياء بقماش، معناتها في نول اشتغل هذا القماش. المصريون الفراعنة لفوا المومياء بقماش، فالفراعنة قبل المسيح بكذا ألف سنة. معناتها كانت النوال موجودة بكل الدول العربية وبالأخبار العربية. عندنا هون بسوريا بذكر يعني للخمسينات كانت يعني 80% أو 90% من أهل سوريا يشتغلوا. بجوز تقلي نسبة عالية، بقول لك لا، مش هي لحقوا لبس لهالعالم، لحقوا ماش لهالعالم. هي لباسه، الجلابيات، الصايات، الملايا، فالبرادي، الفرش، اللحف، كله قماش. معناتها بده نول يلحق له الله لهي، ويدوي، واليدوي ما بيطالع بالنهار قطعة قطعتين، يعني ما بيلحق انه مثل الميكانيكي كل نهار بيزت له 100 قطعة. لذلك كانت منتشرة هالأعمال هي النول بسوريا كلها، وقديمة جدا عريقة. بالإضافة انه النول مو نول واحد، يعني في نول مثل هذا النول بيشتغل مناشف، شراشف، بشاكير، في نول بيشتغل بسط، سجاد، في نول بيشتغل بيوت الشعر تبعوت العرب، تبعوت البادية، ايه بيسموه شعار، في نول بيشتغل بالحرير بالدامسكو. فالنوال متعددة. هذا النول أنا بقول له ميزته أول شيء عمل يدوي، ثاني شيء قطن 100%، ثالث شيء في ضمان استعمال حد أدنى ربع قرن. يعني بعطيكي منشفة ما تقولي بعد فترة بديها خلاص، هي إلك ولأولادك ولأحفادك. البرنص بيلبسه الولد الصغير، بعدها بيلبسه لأولاده. عندنا قطن سوري يعني مشهور عالميا، وخيط قطن مثل بيقول له مثل ما قلت لك، انا اللي بشتغل فيه انا غزل، معمل الغزل الرفيع بحماه، معمل الغزل بجبله، معمل الغزل باللاذقيه، معمل الغزل بدير الزور، معمل الغزل بادلب. ففي عندنا اقطان بتكفي سوريا وعم نورد منها، لذلك ما نهار فقدت. طالما عم نعتمد على ارضنا وعلى شعبنا، في موجود عندنا هالبضاعه هي ما بتنفقد.